إذن مشاهدينا الكرام، هذه هي أبرز التصريحات التي أطلقها ممثل فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور رفقة المجموعة العربية والوفد العربي الإسلامي المنبثق عن القمة العربية، وكل هذه الجهود لجهة إقرار وقف إطلاق النار. حول كل هذه التفاصيل من واشنطن أرحب بضيفي أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون الدكتور إدموند غريب. دكتور غريب، أهلا بك معنا في هذه الساعة على سكاي نيوز عربية. وأين من الممكن لهذه الجهود بالنسبة للمجموعة العربية للوفد الوزاري العربي الإسلامي كذلك أن تصل، خاصة وأن نتحدث عن فشل داخل مجلس الأمن في تمرير أي قرارات تتعلق بوقف إطلاق النار؟ فعلا هذا سؤال مهم ومثير، وذلك لأن طالما بقيت الولايات المتحدة وبعض حلفائها مستعدين لعرقلة أي جهود تقوم بها المجموعة العربية يقوم بها المجتمع الدولي إلى حد ما، لأن هناك أغلبية ساحقة من معظم دول العالم التي تريد وقف لإطلاق النار، تريد نهاية ما يجري في غزة. ما يجري في غزة على الأرض هو مروع فعلا، وهذا كان وصف مارتن جريفيث المبعوث الأممي إلى المنطقة، وقال بأن حتى كان هناك أفكار بفتح معبر بن سالم ولكن في غزة، ولكن يبدو أن هذا أولا هناك عراقيل أمام ذلك، وحتى لو تم فتحه فإن هذا غير كافي بسبب الدمار الهائل، فحيث تم لا شيء خير خارج الحدود، هناك قصفت مستشفيات، قصفت الجوامع، الكنائس، المجمعات السكنية، مخيمات اللاجئين، المدارس، الجامعات، المكاتب الإعلامية، استهدف إعلاميين، البنوك، أنظمة الصرف الصحي، وهذه أيضا خطيرة جدا، وذلك لتفشي الأمراض وخاصة بين الأطفال، ويبدو أن هؤلاء هم الذين يدفعون الثمن الأبرز حتى الآن على الأقل. وأن نية إسرائيل يبدو حسب ما تقول المصادر في الأمم المتحدة بأن نيتها هي تدمير البنية التحتية لغزة وقتل أو جرح مئات الفلسطينيين ودفعهم والضغط عليهم لخروجهم من غزة، وبالتالي هذه مقلقة جدا، ولكن أعتقد أن واشنطن طيب أيضا. إذا سمحت لي دكتور غريب، الآن إذا ما هي أهمية الإشارة إلى المادة 99 من قبل غوتيريس المتعلقة بوقف إطلاق النار لدواعي إنسانية أو لأن الأمر الآن يرتبط بالسلم والأمن الإقليميين؟ يعني أين يمكن التحرك وفقا لهذه الإشارة، ولماذا الانزعاج الإسرائيلي منها حتى؟ هل هذا يعني أن نقترب حتى من التوجه إلى وقف إطلاق النار؟ فعلا أعتقد أن هذا القرار من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، وهو كما ذكرتم في تقرير هو الأول خلال مدة خدمته في هذا المنصب في الأمم المتحدة، ولكن أهميته هو أنه قال بأن هذا استمرار القتال يهدد الأمن والسلامة الدوليين، وبالتالي فأن هذا يتطلب من الأمم المتحدة وخاصة من مجلس الأمن اتخاذ قرار أو التعامل مع هذا الموضوع، لأنه كما قال يهدد الأمن والسلام الدوليين، وأنه هناك حاجة ماسة وفورية لهدنة دائمة لإيصال المساعدات للناس. هذا يضغط ليس فقط على إسرائيل، وطبعا لأنها هي المستهدفة بسبب سياستها التدميرية التي تقوم بها، ولكنه أيضا يضغط على واشنطن إلى حد كبير، لأن واشنطن على الرغم من تغيير في لهجتها في الأيام والأسابيع القليلة الماضية، إلا أنها أيضا لا تزال غير مستعدة لربط مساعداتها لإسرائيل، وخاصة مساعداتها الأمنية، مساعداتها بالذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية لإسرائيل، ما لا تريد ربطها أو بوقف الهجمات على المدنيين، على الرغم من أن واشنطن وزير الخارجية نائبة الرئيس كاميلا هاريس عندما كانت في الإمارات وبعد ذلك طالبت إسرائيل بوقف الهجمات على المدنيين، وكذلك حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
وربما هذه كانت من أكثر أهمية أكثر التصريحات أهمية من مسؤول أمريكي عندما قال بأن إسرائيل قد تحقق انتصار عسكري باستراتيجيتها الحالية أو انتصار تكتيكي عسكري، ولكنها ستخسر استراتيجيا إذا ما استمرت. هذه طيب. كانت رسالة، ولكن واشنطن لم تكن مستعدة لوقف دعمها لإسرائيل ولحمايتها في مجلس الأمن. المجموعة العربية بالأمم المتحدة وبتأكيدات حتى ممثل فلسطين السيد رياض منصور تركز على زيادة الدعم الغربي للقضية الفلسطينية، ولكن لماذا برأيك لم يترجم هذا الزخم في مواقف غربية واضحة منددة تصطف إلى جانب الفلسطينيين في هذا الصراع مع إسرائيل، أم أننا نتحدث فقط عن ربما زخم شعبي مع غياب للإرادة السياسية لدى هذه الدول وأولها واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية؟ أولا بدأنا نرى تغيير في مواقف الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي أيد موقف الأمين العام، إذا كانت المعلومات التي سمعتها قبل فترة قصيرة من بدء البرنامج صحيحة، فهذا إذا كان ذلك صحيحا فهذا تطور مهم وتغيير مهم، وأعتقد أن هذا سيساهم أيضا مع المجموعة العربية والإسلامية في الضغط على واشنطن. ولكن واشنطن فعلا هي تجد نفسها الآن تحت ضغط كبير، فهي تجد نفسها تحت ضغط من يمينها أي من أصدقاء إسرائيل، من اللوبيات الإسرائيلية التي بدأت ترصد كميات هائلة من الأموال لدعم أعضاء الكونغرس المرشحين في الانتخابات القادمة، وأيضا المرشحين الرئاسيين الذين يدعموا إسرائيل، وأيضا العمل وتقديم الأموال لمنافسي النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الذين يعارضوا السياسة الإسرائيلية وينتقدوها ويطالبوا بهدنة ووقف فوري لإطلاق النار. هذا يضغط على الرئيس بايدن، يضغط على إدارته. داخل الإدارة يبدو أيضا وفي داخل البيت الأبيض يبدو بأن هناك انقسام، حيث أن هناك خاصة الشباب، الجيل الشاب الذي يعمل في البيت الأبيض بدأ يعترض على سياسة الإدارة، ووجهت رسالة إلى الرئيس بايدن تطالبه بوقف الدعم العسكري لإسرائيل وبضرورة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار. ولكن هناك أيضا مجموعات مؤثرة داخل وهي الأقدم والتي لها علاقة أوثق بالرئيس التي تؤيد إسرائيل وتؤيد المواقف الإسرائيلية، ولكن في نفس الوقت أيضا هناك تراجع في نعم دكتور غريب الرئيس. نعم يعني نعم أفهم أنك تذهب إلى تراجع شعبية بايدن قبل الانتخابات وكيف سيؤثر ذلك على مواقفه من ما يحدث في قطاع غزة، ولكن دكتور غريب يبدو أن حتى السقوف الآن تتراجع، يعني كنا نتحدث عن توظيف هذا الزخم لإنهاء هذا الصراع في المنطقة والوصول إلى حل الدولتين وإعلان الدولة الفلسطينية بحدود 67، الآن الجميع يتحدث عن وقف إطلاق النار، عمليات النزوح من غزة نحو رفح مستمرة، والجانب الإسرائيلي يوسع من استيطانه في الضفة الغربية. إذن هل نبتعد أم نقترب من حل الدولتين؟ أعتقد أولا الكثير سيعتمد على الموقف الأمريكي، على موقف الإدارة، إلى أي مدى الإدارة ستبدأ فعلا بتغيير مواقفها بصورة جذرية وتتحدث علنا وتطلب من إسرائيل وقف القتال. ويبدو حتى الآن أنه لا تزال هناك معارضة لذلك داخل الإدارة، وطبعا في الكونغرس، في غالبية أعضاء الكونغرس مرروا مشروع قانون قبل يومين بأن انتقاد الحكومة الإسرائيلية هو معاداة للسامية، علما أن هناك العديد من الإسرائيليين الذين ينتقدوا حكومة نتنياهو ويقول ولا يتهموا، كيف يمكن اتهامهم بالعداء للسامية. وفي الولايات المتحدة هناك عدد كبير من اليهود أيضا الذين لا يعترفوا حتى بدولة إسرائيل ويقولوا بأنهم أنها هي لا تمثلهم على الإطلاق، بالإضافة إلى التيار الليبرالي الذي بدأ يضغط على إسرائيل أيضا في بين اليهود الأمريكيين. ولكن لا يزال أصدقاء إسرائيل أقوياء،
ولكن مع مرور الوقت أعتقد أن هذه الإدارة نعم ستجد دكتور غيث، نفسها مضطرة إلى اتخاذ قرار ربما خلال الأيام القليلة القادمة، إما بالاستمرار أو بالضغط الحقيقي على إسرائيل. من واشنطن أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج تاون الدكتور إدمون غريب، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات القيمة التي تفضلت بها معنا.